بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الان واحد امين. ان كنت اول مره تشوفنا على القناه، نحن قناه الملكه والامير التي تعشق كل محبيها وكل مشتركيها. الاحد 14 يوليو 2024 7 ابيب 1940، اليوم التالي الان الاحد 14 يوليو 2024، اليوم 7 من الشهر المبارك ابيب. احسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والاثام من قبل مرحم الرب يا ابا يا اخوتي امين. في مثل هذا اليوم تنيح الاب القديس الناسك الانبا شنودة رئيس المتوحدين. وقد ولد هذا القديس ببلد الشندويل من اعمال اخميم، وكان ابوه مزارعا يملك اغناما كثيرا. ولما نشا شنودة سلمه ابوه رعايه الغنم، فكان يرعاها ويعطي الرزاء للرعاء ويظل هو صائما طول يومه. وأخذ أبوه ومضى به إلى خاله الأنبا بيجال ليباركه، فوضع الأنبا بيجال يد الصبي على رأسه، وقال الأنبا بيجال وضع يده على الصبي وقال: بارك علي أنت لأنك ستصير أبا لجماعة كثيرة. وترك أبوه عنده ومضى. وقال في ذات يوم سمع صوتا من السماء قائلا: قد صار شنودا رئيسا للمتوحدين، ومن ذلك الحين صار بجهد نفسه ويجهد نفسه أيضا بالنسك الزائد والعبادة الكثيرة. ولما تريح الأنبا بيجال حل شنودة محله، فاتبع نظام الشركة الربانية الذي وضعه القديس بخميس، وأضاف عليه تعهدا يوقعه الراهب قبل دخول الدير. وبلغ عدد أيام الرهبان في أيامه 1800 راهب، عدد الرهبان وصل ل 1800 راهب. ولا يزال هذا الدير قائما حتى الآن غرب سوهاج، يضم كنيسة ويعرف بدير الأنبا بشوي. وبني الأنبا بشوي ديرا عظيما، بنى ديرا عظيما آخر بلغ عدد رهبانه 2200 راهب، وما زال حتى الآن يضم كنيسة ويعرف بدير الأنبا شنودة. وحدث أن قائد من الجيش استأذنه ليعطيه منطقة للبسها أثناء الحرب لكي ينصر الله، فأعطاه له وانتصر فعلا على أعدائه. وصار الأنبا شنودة ضياء لكل المسكونة بإعظاته ومقالاته والقوانين التي وضعها لمنفعة الرهبان والرؤساء والعلمانيين رجالا ونساء. وقد حضر مجمع 200 بأفسس مع الأب القديس البابا كورنوس 24، وبكت نسطورة المجدف، وعند نياحته طلب من تلاميذه أن يسندوا حتى يسجدوا لخالقه، فسجد ثم وصاهم أن يترسموا خطاه وقالوا: استودعكم الله وتنيح بسلام، صلاة تكون معنا امين. وفي مثل هذا اليوم ايضا استشهد القديس اغراتيس ذكرت سيرته في 24 من شهر كهف في روميا سنة 107 ميلاديا. هذا الذي انتخبوه اسقفا على انطاكيا بعد القديس الرسول في سنة 69، وذلك بعد عهد الملك تراجان الذي لما علم بان هذا القديس قد اكتسب بتعليم كثيرين إلى الإيمان بالسيد المسيح استحضره وسأله: هل أنت أغناطيوس؟ فأجابه معناه حامل الله. فقال: أتظن أننا نحمل إلهاتنا لتنصرنا في الحروب؟ فأجابه: كيف تكون التماثيل آلهة؟ أعلم أن لا إله إلا الله وحده الذي خلق السماء والأرض، وابنه يسوع المسيح الذي تجسد ليخلص البشر. فلو كنت تؤمن به لكتب هذا الملك سعيدا، لكنت في هذا الملك سعيدا. فحاول الامبراطور اغراءه بترك المسيحية، فرفض فاستشاط غضبا وامر ان يقيد بالسلاسل ويؤخذ الى روما ليلقى للوحوش. فبادر اغراتيوس بتقبيل السلاسل التي ستكون وسيلة الى نوال اكليل الشهادة. وقد سعي المؤمنون ان يخلصوه بدفع اموال الجند، فرفض لانه كان متعطشا للاستشهاد. وذهب في طريقه الى ازمير وكتب منها رسالة للمسيحيين روما من فقرتها: أخشى أن تكون محبتكم ضررا، فإذا أردتم أن تمنعوا الموت علي فلا يعصر عليكم ذلك، ولكن إذنوا لي أن أذبح حيث أعد المذبح، إنني حنطة ينبغي أن أطحن، لا أكون خبزا يقدم ليسوع المسيح. فحيثما لا تعود تشاهدوني أعين البشر أشاهد أنا ربنا يسوع المسيح. ولما وصل إلى روما طرحوه للوحوش، فهاجم أسد وأمسكه من عنقه، فأسلم القديس الروح بيد الرب، ثم تركه الأسد وعاد إلى مكانه. فحمل بعض المؤمنين جسده بإكرام عظيم إلى مكان أعدوه له في أنطاكيا،
وصلاته تكون معنا امين، ولربنا المجد الدائم امين. كل الحب وكل التقدير لكل اخواتنا المسلمين قبل المسيحيين، ونطلب من الله ان يرفع عنا الوباء ويرفع عنا الغلاء ويرفع عنا الغباء، وايضا غباء الاشخاص الذين يحاولون دائما تدمير هذا الشعب المصري، تدمير هذا الوطن الحبيب وطننا. ونصلي من اجل قداسة البابا تودروس الثاني، بابا بطريرك الكرازة المرقسية، ونصلي من اجل رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الشكر وكل التقدير ليكم احبائي واعزائي، لكم مني كل التقدير، وسلام الرب يكون معكم. من مزامير وثلاثين معلمنا داود النبي تحل علينا بركاته امين. يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي بأزمنة الضيق؟ الكبرياء والشرير يحترق المسكين، يأخذون بالمؤامرة التي فكروا بها، لأن الشرير يفتخر بشهوات نفسه، والخاطف يكذب يهين الرب الشرير، حتى التشامخ أنفه يقول لا يطالب، كل أفكاره أنه لا إله تثبت سبله في كل حين. عالية أحكامك فوق كل أعداء ينفس فيهم، قال في قلبي لا أتزعزع من دور إلى دور بأسوء، فمه مملوء لعنا وغشا وظلما تحت لسانه مشقة، وإسم يجلس في مكمن الديار في المختبئات يقتل البريء، عيناه تراقبان المسكين يكمن في المختبئ كأسد في عريسه، يكمن ليخطب المسكين، يخطب المسكين يكذب بشبكته، فتنصحك وتنحني وتسكت المساكين ببراسنه، قال في قلبي إن الله قد نسي يا حجب وجهه لا يرى إلى الأبد. قم يا رب يا يسوع المسيح يا الله، ارفع يدك لا تنسى المساكين، لماذا آن الشرير الله؟ لماذا؟ قال في قلبي لا تطالب، فقد رأيت، لأنك تبصر المشقة والغم لتجازي بيدك، إليك يسلم المسكين أمر، أنت صرت معين اليتيم، احطم ذراع الفاجر والشرير، تطلب شره ولا تجده. الرب ملك إلى الدار والأبد، بادت الأمم من أرضهم تأول ودعاء، قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم تميل أذنك، لحق اليتيم والمنصحك لكي لا يعود يرعبهم إنسان من الأرض. عاجل. الشيخ السلفي بهاء الدين أحمد حسين العقاد يترك الإسلام ويعتنق المسيحية، ويشرح الأسباب. هذا ما أقوله، لماذا هذه المقالات التي تفسد العقول وتدمر؟ هذه من ضمن القنوات المسيحية التي، وقنوات كثيرة تعلن عن هذا الخبر، وما لديه هذا الخبر إلا من بس الفتنة الطائفية بين هذا الشعب العظيم. أشكركم على محبتكم يا رب، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل جامد جدا جدا. شكرا ليكم ومحبتكم. آمين.